افتح الباب افتح الباب. فين هذا؟ ما اسمع الصراخ. اصبر ما افتح الباب. شكلهم نايمين ولا يتغدوا ولا ايش. افتح الباب افتح الباب افتح افتح افتح. يا ولد شكلك نسيت اليوم ايش. مين؟ عمي على الدين جاب لي كتاب الدين. افتحوا الطرقات. هيا هيا افتحوا الابواب. هيا هيا. واخيرا. نعم ايش فيك مجنون؟ انت كسرت الباب حقنا. ايش هذا الدق؟ ابويا ترى خاصمنا جوا. قال ايش هذا؟ روح انزله. ايش عندك؟ ايش كذا معصب؟ يوه شكلك نسيت اليوم ايش. مو معقول نسيت اليوم ايش. ايش اللي انا نسيته؟ ما افتكر. بالله عليك فكرني ايش هو اللي انا نسيته. ايش في اليوم؟ نشتري طراطير رمضان. لازم نجي. يلا نروح نشتري من حجة. يلا. يا الله والله صح. يا الله رمضان حيجي وما ترطعنا. وربي نسيت راحت علي. خلاص الحين بجيب صندلي واجي. اذا انت ما عندك صندل نسيت. سطحنا صندلك لما كنا امس كنا نلعب كورة. صح وربي نسيت سطحتوه امس بيت الجيران. يوه خلاص ما عندي صندل. يلا امشوا كذا. طرطيع 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 اشتري طرطع 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 طرطيع رمضان طرطيع رمضان شرو 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 شرو. السلام عليكم دبكم. بالله عليك رخصين انا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هادي بخمسة ريال. ايه خمسة ريال؟ ايام زمان كان بريالين. طيب هادي بكم؟ هادي عشرة ريال. واجه العادة بكم؟ 100 ريال. لو اشتريت اثنين يكون 150. ولي هذه هذه شكلها حلوة. طب هذه بكم؟ الله يسعدك يا خالة. هذه 15. هذول الاثنين مرة حلوة. هذه بكم الاثنين؟ هذه 30 ريال. اعطينا. الله يخليك يا شب بلاش. لا شوف هذه والله هذه اللي كل سنة نشتريها. هذه الرخيصة. يلا نشتريها. يلا يلا نشتريها. طب طب طيب هذه بكم؟ هذه بكم؟ هذا نجوم الليل كرتون كامل 15 ريال. 2 كرتون 30 ريال. يا الله ايش هذا كله كله غالي. يا الله والله ازعجتوني والله ازعجتوني. خلاص خدت 10 هدية مجانا. يلا خلاص اهم حاجة نروح من هنا. يلا يلا مين يبدأ؟ يلا حماس. شو 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 تنسى اسمع الريح اسمع الصوت. باقي دوري. يلا الحين دوري.